السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي، منسوب شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. أنتم اليوم على موعد جديد ودرس جديد من دروس مادة لغتي. درسنا اليوم أيها الأبطال إجابة أسئلة الطبيبة نورة. ماذا تتمنى نورة أن تكون في المستقبل؟ تتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل. كيف كانت نورة تقضي وقت فراغها؟ في قراءة الكتب والمجلات الطبية. ماذا أهدى الأب نورة؟ أهداها حقيبة إسعافات أولية. أين خرجت الأسرة؟ إلى البر. ما محتويات حقيبة الإسعافات التي وردت في النص؟ شاش معقم، شريط لاصق لتغطية الجروح، مقص، ملقة، زجاجتان إحداهما لتطهير الجروح والأخرى لمعالجتها. ماذا تقول لمن قدم لك خدمة؟ شكرا لك وبارك الله فيك. أشكركم أيها الأبطال. أصل الكلمة بمعناها: لنجدته، لمساعدته. أحسنتم. مهارتها: إتقانها. أثنى: مدح. متعة: تسلية. أشكركم أيها الأبطال. أكملوا خريطة المفردة الآتية: معقم، مرادفها مطهر، وضدها ملوث، نوعها اسم. الكلمة في جملة: الجرح معقم بمهارة. أحسنتم أيها الأبطال. أقرأ الجملة وألاحظ الكلمة الملونة: نورة تحب مادة العلوم وتجد متعة في دراستها، وعندما رأى أبوها مهارتها أثنى على حسن تصرفها أسرعت الأسرة لنجدته. أقرأ الجملة وألاحظ نطق الكلمة المكتوبة باللون الأحمر: هذا شاش معقم، وهذا شريط لاصق لتغطية الجروح، وهذان مقص وملقة، وهاتان زجاجتان إحداهما لتطهير الجروح والأخرى لمعالجتها. الكلمات الملونة باللون الأحمر، أحسنتم أيها الأبطال، تدل على أسماء الإشارة، بارك الله فيكم. أستخرج من النص أسماء إشارة غير الاسم الملون: هذه، هذا، هذان، وهاتان. أحسنتم أيها الأبطال. أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل، نراعي ضبط الكتابة أيها الأبطال وحسن الخطوط. أكتب إلا في المكان المناسب: قرأت نورة الكتب، فراغ، كتابا، إلا كتابا. أحسنتم. وإلا هي أداة استثناء. أحسنتم أيها الأبطال. أخذت الأسرة الأمتعة إلا دراجة ياسر. احتوت الحقيبة على أدوات الإسعافات إلا مقياس الحرارة. أحسنتم أيها الأبطال. أكتب أسماء الإشارة المناسبة في الفراغ: دواء مفيد، هذا، حقيبة الإسعافات الأولية، هذه. أحسنتم. زجاجتان لتطهير الجروح، هاتان، طبيبان ماهران، هذان. أحسنتم أيها الأبطال. تلاميذ يعملون بنشاط، هؤلاء تلاميذ يعملون بنشاط. أحسنتم. تلميذات مخلصات في عملهن، هؤلاء. أحسنتم أيها الأبطال. وهنا أيها الأبطال نتعلم أن هذا تأتي مع المفرد المذكر، وهذه مع المفرد المؤنثة، هذان مع المثنى المذكر، وهاتان مع المثنى المؤنث، وهؤلاء تأتي مع الجمع بنوعيه. أحسنتم أيها الأبطال. نأتي إلى الخط أيها الأبطال ونراعي ضبط الكتابة وحسن الخطوط مبتدئا من السطور الأخيرة، بارك الله فيكم. سقط ياسر على الأرض وطلب النجدة. فراغ من أسرته، فأسرعت نورة وقامت. المساعدة، أحسنتم. الكلمة المرادفة للنجدة المساعدة. تنظيف الجرح ثم غطته بالشاش المعقم، أي نظيف. أحسنتم. وعندما رأى أبوها ذلك أثنى، أي مدح على مهارتها وتمنى أن تكون طبيبة ناجحة في المستقبل. أستعمل الكلمات الآتية في جمل من إنشائي: النجدة، نطلب النجدة عندما نكون في خطر. أحسنتم. المعقم، نقوم بتغطية الجرح بعد تنظيفه بالشاش المعقم. أحسنتم. أثنى، أثنى المعلم على التلميذ المجتهد. أشكركم أيها الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.